بكياسة دوروثيا الجميلة وأمور أخرى لطيفة شائقة جدا. ولم يكد القس يتم كلماتي حتى قال سانشو: سيدي صاحب الإجازة، أو تعرف من قام بهذه المغامرة الرائعة؟ إنه مولاي، ورغم ذلك فلم أقصر في تحذيره من عمله هذا، فتلك خطيئة قاتلة أن يطلق سراحهم، لأنهم محكوم عليهم بالأشغال بوصفهم من عتاة المجرمين. فقال دون كيخوتي: أيها المغفل، هل من شأن الفرسان الجوالة أن يحققوا فيما إذا كان المكروبون والمقيدون والمضطهدون الذين يعصرون بهم في قارعة الطريق قد وقعوا في هذه الحال وتلك الآلام بسبب أخطائهم أو فضائلهم؟ إنه ليس عليهم إلا أن يغرعوا لنجدتهم بوصفهم تعساء، ولا يعنيهم إلا إسعاف تعاستهم لا البحث في جرائمهم. لقد التقيت بطائفة من البائسين الفقراء المحزونين المتألمين، ففعلت من أجلهم ما يقتضيه يمين الطريقة التي أتبعها، وليكن ما يكون. فلو كان لأحد اعتراض، مع احترامي لقداسة صاحب الإجازة ولشخصه الكريم، فسأقول إنه لا يفهم شيئا في أمور الفروسية ويكذب كذبا حنبريتا، وسأبرهن على ذلك برمحي والسيف، راجلا أو راكبا أو على أي وضع يختاره. ولما قال هذه الكلمات الأخيرة شد مقعده على فرسه ووضع خوذته حتى عينيه. أما صحن الحلاقة الذي كان يعده خوذة ممبرينو فقد علقه على السرج انتظارا لإصلاحه مما أصابه به المحكوم عليهم بالأشغال. دوروثيا وكانت راجحة الحصات ذاتية، تعرف مزاج دون كيخوت الغريب، وتعرف أنهم جميعا يسخرون منه فيما عدا سانشو بانسا. نقول أما دوروثيا فلم تشع أن تظل بمعبر عن هذه المساجلة، فلما رأت الغضب في وجه دون كيخوت قالت: سيدي الفارس، لا تنسى يا صاحب السعادة ما تفضلت فأنعمت به علي وتعهدت به بشرفك، وهو أن تدخل في أي مغامرة مهما كانت ملحة، فليهدأ قلبك الثائر، ولو عرف صاحب الإجازة أن إطلاق سراح المحكوم عليهم بالأشغال قد تم على يديك الظافرتين، لوضع إصبعه في فمه ثلاث مرات، بل عض لسانه ثلاث مرات، ولا أن يتفوه بكلمة تضايق سعادتك أقل مضايقة. فقال القس: أقسم على ذلك، بل لكنت أيضا قد انتزعت شاريك. فقال ابن كيخوتي: سأهدأ إذن يا سيدتي، وسأطفئ غضبتي العادلة التي اشتعلت في قلبي، وألتزم الهدوء والسلام حتى أفي بالعهد الذي قطعت لك، ولكن في مقابل هذه النية الطيبة أرجوك أن تتفضلي إن لم يكن في هذا ما يزعجك، فتذكري موضوع شكواك، ومن هو وما عدد الأشخاص الذين يجب علي أن أنتقم لك منهم انتقاما عادلا. فقالت دوروثيا: عن طيب خاطر أذكر لك ما تطلب، إذ لم يكن يسوك سماع أخبار المصائب والشكاوى. فأجاب دون كيخوتي: كلا أبدا. فقالت دوروثيا: إذن فليعدني مولانا سمعه. ولم تكد تنطق بهذه العبارة حتى وقف إلى جانبها قرده والحلاق، وهما متلهفان لمعرفة كيف تصوغ دوروثيا قصتها المصنوعة، وكذلك فعل سانشو، وكان مثل مولاه مخدوعا بشأن الأميرة. أما هي فقد اعتدلت في ركوبها وسعلت، واتخذت كل احتياطات الخطيب قبل أن يبدأ خطبته، ثم أنشأت تقول بلطف وسهولة: سادتي، قبل كل شيء أريد أن أخبركم أنني أدعى. وهنا توقفت لحظة، وهي لم تعد تذكر الاسم الذي أطلقه عليها القس، ولكن هذا فهم سبب تلعثمها، فهب لنجدتها وقال لها: ليس بمستغرب يا سيدتي أن تضطرب عظمتك في رواية مصائبها، فمن أثر الشقاء عادة أن ينتزع الذاكرة ممن أصابهم حتى لينسوا أسماءهم، كما حدث الآن لجلالتك، إذ يبدو أنك لم تعودي تذكري أنك الأميرة ميكوميكونا الوريثة الشرعية لمملكة ميكوميكون العظيمة. وبهذه الإشارة البسيطة يمكن عظمتك الآن تذكر ما تشائين أن ترويه لنا. قالت الآنسة: ما تقول حق، لكن يقال إلي أنه لم يعد من الضرورين بعد أن تخبرني أو تلقنني أي شيء، وسألني قصتي على التمام، وهذه يده كان السلطان أبي وزنه في نفسه الحكيم متبحرا في علم السحر وفضل صنعتي، وهذه اكتشف أن أمي وتدعى الملكة الحرمية ستموت قبله، وأنه سيموت بعدها بقليل، فأصبح أنا يتيمة والدي. ورغم ذلك كان يقول إن هذا الأمر لم يزعجه بقدر ما أزعجه الطاقم الآخر،
وهو أنه كان يعلم علم اليقين أن المارد العازيا يسيطر على جزيرة كبيرة قريبة من مملكتنا اسمه أنتاكيلان والمطلق الموت. اتبعنا أنه على الرغم من أن عينيه بموضعهما الطبيعي وسط في المكان، فإنه ينظر دائما عن عرضه أنه أخر، وهذا مطلوب منه لإذهاب من ينظر إليه. أقول أن أبي علم أن هذا المارد حينما يعلم أنني أصبحت يتيمة سيأتي بجيش العرب للقضاء على مني وينتزعون مني جزءا بحيث ولن أجد قرية بعد أجوبة، لكنني أستطيع تجنب هذه الكارثة وذلك الدمار إذا أنا وافقت على الإلكترونية. وكان أبي يرى أنني لا يمكن أن أوافق على هذا الزواج غير المتكافئ، وهذا حق إذ لم يخطر ببالي قط أن أتزوج هذا المارد ولا أي مارد آخر مهما يكن عالي. وقال أبي أيضا أنه بعد أن يموت وأرى فاندا فيلانو ويبدأ في الإغارة على مملكتي لن أفكر أبدا في الدفاع، وإلا كان ذلك ضياعا، بل سأتوه يضر مملكتي إذا أردت أن أجنب رعيتي الوفية الطيبة الموت والدمر، لأنه من المستحيل أن أقاوم قوة هذا المارد الشيطان. وأضاف أنه يجب علي حينئذ الارتحال فورا إلى إسبانيا، وهناك سأجد الدواء لمصائبي في شخص فارغ جوال طبقت شراره آفاق تلك البلاد اسمه إن لم تكن الدكتورة دون أثار أو دون هيبر. فقاطعها سانشو بنثا قائلا: إنه يقصد دون كيخوتي سيدتي، ويلقب أيضا الفارس الحزين الطلع. فقالت دوروثيا: نعم هذا هو. وقال أبي عنه أنه فارع القامة ساهم الوجه، وفي جنبه الأيمن تحت الكتف اليسرى أو بالقرب من هناك عليه شامة سمراء اللون، وحولها شعر كزغب الخنزير البري. هنالك قال دون كيخوتي: اقترب مني يا سانشو يا بني، وساعدني على خلع ملابسي، لأني أريد أن أعرف ما إذا كنت الفارس المقصود في نبوءة هذا الملك الحكيم. فقالت دوروثيا: ولماذا تريد سيادتك التعالي هكذا؟ فأجاب دون كيخوتي: لأرى ما إذا كانت عندي هذه الشامة التي ذكرها أبوك. فقال سانشو: لا حاجة بك إلى التعالي من أجل ذلك، فأنا أعلم جيدا أنه عند سيادتك شامة من هذا النوع في وسط شوكة الظهر، وهي علامة على القوة في الرجال. فقالت دوروثيا: هذا يكفي. تبين الإخوان لا محل للتدقيق، فأن تكون الشامة على الكتف أو على العمود الفقري أو في أي موضع تشاء ليس هذا مهما، بشرط أن يكون ثمة شامة. وعلى كل حال فهو نفس اللحم، ولا شك في أن أبي قد صدق النبوءة، وأنا أيضا قد صدقت الملاقاة بتوجهي إلى السيد دون كيخوتي الذي عنه تحدثنا، لأن أوصاف وجهه تتفق مع أوصاف الشهرة التي ينعم بها هذا الفارس ليس فقط في إسبانيا بل وأيضا في كل إقليم مانشي. والواقع أنني لم أكن أنزل في الأشغنة حتى سمعت الناس يتحدثون كثيرا عن مغامرات عديدة، حتى قال لي قلبي في الحال إنه هو الذي أتيت للبحث عنه. وقاطعها دون كيخوتي قائلا: لكن كيف نزلت في الأشهر وهذه المدينة ليست ميناء بحريا؟ وقبل أن تجيب دوروثيا قال القس: إن الأميرة تريد قطعا أن تقول أنها بعد أن نزلت في هالقة فإن أول مكان سمعت فيه عن أنبائك كان أسونا. فقالت دوروثيا: نعم هذا ما كنت أقصد. فقال القس: كل شيء واضح إذن، تستطيع جلالتك أن تكمني قصتك. قالت دوروثيا: ليس لدي بعض ما أقوله سوى أنه من حسن طالعي أن ألقى السيد دون كيخوتي، فقد أصبحت أشار أنني سيد مملكتي كلها وسلطانتها، لأنه بفضل أدبه الجم وكرمه الشامل أنا معلي بنعمة اقتياده إلى حيث أشاء، وإني أريد اقتياده إلى مواجهة بندا في لندن والنظم المبصر ليقتله ويعيد إلي ما اختصبه ذلك الغازي ضد كل قانون وعقل. وكان هذا سيحدث بحذافيره كما تنبأ بذلك تيناكري الحكيم أبي الكريم الذي ترك وصية بحروف يونانية أو كلدانية لست أدري، يقول فيها أنه إذا أراد فارس هذه النبؤة أن يتزوج بي بعد أن يقطع رأس المارد فعلي دون أدنى تردد أن أسلم نفسي له زوجة شرعية، وأن يملك في مملكتي كما ملكته في شخصي،
فقال دون كيخوتي: ماذا ترى في هذا يا صديقي سانشو؟ ألا ترى ما يجري؟ ألم أقل لك ذلك من قبل؟ أو لا ترى أننا قد أصبح لنا مملكة نحكمها وملكة نتزوجها؟ فصاح سانشو: أقسم بالله على هذا، وتبا لمن لا يتزوج حالما بالقضاء على بندايلادو. قد تكون الملكة بشعة، ولكن هكذا ستقود البراغيث إلى سريري مرة أخرى. ولما قال ذلك وثب في الهواء وثبتين وهو يضرب عقب قدمه بنشوة بالغة، ثم أخذ لجام بغلة دوروتيا وأوقفها وركع أمام الأميرة وتوسل إليها أن تتفضل فتمد يديها كي يقبلها، علامة أنها ملكته وسيدته. من كان منهم يستطع أن يمسك عن الضحك وهو يرى جنون السيد وسذاجة الخادم؟ لقد قدمت دوروتيا يدها إلى سانشو ووعدته أن تجعله سيدا جليلا في مملكتها، حلمه أن تستعيد ملكها. فراح سانشو يشكر لها بعذارات أطلقت الضحك من جديد. وتابعت دوروتيا قصتها تقول: هذه قصتي على حقيقتها يا حضرات السادة، ولم يبق لدي ما أقوله لكم بعد سوى أن أقول إنه لم يبق من الحاشية التي صحبتني غير هذا السائس الملتحي. أما الباقون فقد غرقوا جميعا في عاصفة هبت ونحن مقبلون على الميناء، وقد بلغنا الشاطئ هو وأنا على لوحين من خشب، وقد وصلنا بنوع من المعجزة، لأن كل شيء معجزة وسر في مجرى حياتي. ولعلك لاحظت، فإن كنت قد ذكرت أمورا لا حاجة إليها وكنت لم أقابل دائما من يجب مقابلتهم، فما رد ذلك إلى ما أشار إليه السيد صاحب الإجازة في مستهل قصتي، ألا وهو أن الآلام المتصلة غير العادية تقتلع الذاكرة ممن يعانونه. فقال دون كيخوتي: إنها لن تقتلع ذاكرتي أنا أيتها الأميرة النبيلة الشجاعة، مهما تكن شديدة رهيبة تلك الآلام التي سأعانيها في سبيل خدمتك. وهكذا أؤيد من جديد المنحة التي منحتك إياها، وأقسم أن أتبعك إلى نهاية العالم حتى أجد نفسي في مواجهة عدوك المروع الذي سأحتز رأسه بعون الله وبفضل ساعدي هذا. سأحتزه بهذا السيف، ولا أقول السيف الصارم، بفضل خينست باسامونتي الذي انتزع مني سيفي. قال دون كيخوتي هذه الكلمات الأخيرة بين شفتيه، وتابع حديثه قائلا: وبعد أن أحتز له رأسه وأعيد لك مملكتك، ستكونين حرة في أمر نفسك تفعلين ما يحلو لك، وذلك لأنه طالما بقي ذاكرتي مشغولة وإرادتي أسيرة وعقلي مستعبدا لتلك التي، ولا أزيد ولا أستطيع التفكير، مجرد التفكير في الزواج حتى ولا بالعنقاء. وقعت هذه الكلمات الأخيرة التي نطق بها دون كيخوتي ورفض الزواج وقع الصاعقة على سانشو، فغضب وصاح بصوت عالي: مولاي دون كيخوتي، أقسم بالله أنك الآن غير سديد الرأي، وإلا كيف تتردد بالزواج بأميرة نبيلة كهذه؟ أو تظن أن حسن الطالع سيقدم لك في كل مرة فرصة سعيدة كهذه؟ وهل السيدة دولثينيا أجمل؟ كلا والله، ولا نصف جمال هذه، بل أود أن أقول أنها ليست جديرة أن تحل رباط حذاء هذه الماثلة أمامك. إنعم سأنعم بالضيعة التي أرقبها إذا ظل مولاي يسعى للبحث عن البطاطس في البحر. تزوج، تزوج بسرعة، وخذ هذه المملكة التي وقعت في يديك حلالا، وحينما تصبح ملكا اجعلني مركيزا أو حاكما، وليذهب الشيطان بالباقي. لكن دون كيخوتي لم يملك نفسه لما أن سمع هذا التجديف باسم دولفينيا، ورفع من خاسه من مقبضه ودون أن يوجه كلمة إلى سانشو ودون أن ينبهه، ضربه في بطنه ضربتين جندلتاه على الأرض. ولولا أن صرخت دوروتيا بوجهه أن يكف لكان قد قتله. ثم قال له دون كيخوتي: هل تظن أيها الوغد البائس أنك تستطيع أن تحشر نفسك في كل مناسبة، وأنه ليس لدينا من شغل إلا أن تذنب أنت، وأصفح أنا عن هذا الذنب؟ لا تصدق ذلك أيها النذل الخسيس، وإنك لكذلك، لأنك أطلقت لسانك في دولثينيا المنقطعة النظير. أو تعلم أيها السافر الحقير الدوني أنه لولا المدد الذي تشد به ساعدي لما كانت لدي القدرة حتى على قتل برغوث. قل لي أيها الساخر، ولسانك لسان الأفعال،
من ذا الذي تظن أنه قد ظفر بهذه المملكة واحتز رأس المارد وجعلك مركزا؟ هذا كله أمر أعده مفروغا منه، وصار في قوة الشيء المحكوم به. إن لم تكن قوة دولفينيا التي اتخذت من ساعدي أداة لأعمالها الجبارة، إنها هي التي تقاتل وتنتصر في شخصي، وأنا إنما أحيا وأتنفس بها، ومنها أستمد الوجود والحياة. أيها الجلف الوضيع الأصل السيء التهذيب، كم أنت جاحد، أرفعك من تراب الحقول لأجعل منك سيدا صاحب لقب، فتقابل هذا الجميل بالإساءة إلى من يحسن إليك. ولكن إصابة سانشو لم تكن بحيث تحول بينه وبين سماع ما قاله مولاه، وسرعان ما نهض وراح يستتر وراء فرس دوروتي. ومن هناك أجاب مولاه قائلا: قل لي مولاه، هل أنت مصمم على عدم الزواج بهذه الأميرة العظيمة؟ إذن لن تكون المملكة لك، فإن لم تكن لك فماذا تستطيع أن تعمل لي؟ من هذا أشكو، صدقني وتزوج بهذه الملكة، فقد نزلت عليك من السماء، وبعد هذا تستطيع أن تعود إلى السيدة دولفينا. فقد حدث لبعض الملوك أن كانت لهم حظايا إلى جانب زوجاتهم، أما عن الجمال فلا أتدخل فيه، وإذا قلت الحق قلت إن كلتيهما في نظري لا بأس بهما، وإن كنت لم أرى السيدة دولفينا أبدا. فصاح دون كيخوتي: كيف؟ ألم ترها أيها الخائن الكافر؟ أو لم تأتني منذ قليل برسالة منها؟ فأجاب سانشو: أريد أن أقول أنني لم أستطع مشاهدتها عن قرب بحيث أتفرس ملامحها بالتفصيل واحدا بعد واحد، لكنها في جملتها لا بأس بها. فعاد دون كيخوتي يقول: الآن أصفح عنك، واعذرني عما بدر مني نحوك، إن البوادر الأولى ليست في وثاق المرء. فقال سانشو: أقر بذلك، وأول بادرة عندي هي الرغبة في الكلام، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أفضي بكل ما يرد على لساني. فقال دون كيخوتي: ومع ذلك كله فخذ حذرك مما تقول يا سانشو، إذ الجرة مهما تحمل إلى العين فلا بد في النهاية أن تنكسر، ويكفي هذا. فأجاب سانشو: حسنا، والله في عليانه يرى خداع الخادعين، والله يحكم بيننا، من منا يسيء أكثر، أنا بكوني لا أحسن الكلام أو مولاي بكونه لا يحسن الفعل؟ فقطعت دروتيا قائلة: كفى، اذهب يا سانشو، فقبل يد مولاك وقل الصح، ومن الآن كن أبصر احتياطا في مديحك وفي نقدك، وخصوصا لا تسيء أبدا إلى السيدة بوزا التي لا أعرفها أبدا، وإن كنت على استعداد لفنتها وثق بالله الذي لن يحرمك من طعية تستطيع أن تعيش فيها مثل الأمير. فمضى سانشو كثير الجناح خفض الرأس يسأل مولاه العفو ويطلب يده، فمدها مولاه إليه بوجه جاد حازم. ولما قبل سانشو مولاه منعوه هذا برقته، وطلب منه أن يختلي به لأن لديه أسئلة يوجهها إليه، ويريد أن يتحدث معه بأمور على جانب كثير كبير من الخطورة. فأطاع سانشو، ولما تقدم قال له دون كيخوتي: منذ عودتك لم تسمح الوقت ولم تتهيأ الفرصة لكي أسألك عن المهمة التي كلفتك بها وعن الجواب الذي أتيت بها، والآن وقد أتح لنا الحظ هذه الفرصة، لا تتأخر عن إلقائي بالإنداء السعيدة. فقال دون كيخوتي: لماذا هذا الرجاء يا سانشو؟ فقال سانشو: أقول هذا لأن ضربات العصا التي تلقيتها منذ قليل ترجع بالأحرى إلى النزاع الذي قام بيننا في تلك الليلة، لا من أقوالي عن السيدة دولسينيا التي أحبها وأقدسها كإحدى المقدسات، حتى لو لم تكن جديرة بذلك لا شيء إلا لأنها صاحبتي. فقال دون كيخوتي: لا تعد إلى هذا الموضوع يا سانشو، وحياتك إنه يؤلمني ويحزنني، وقد عفوت عنك منذ قليل، وتذكر جيدا ما يقال عادة لكل خطيئة جديدة كفارة جديدة. ولما بلغ هذا المبلغ من حديثهما شاهد على طول الطريق الذي يسلكانه قادما على حمار، لما اقترب منهما بدا لهما من الغجل، لكن سانشو بانثا الذي لم يكن يستطيع أن يشاهد حمارا دون أن تعلق به عيناه لم يكد يلمح الرجل حتى عرف فيه خنسي دي باسامونتي، ذلك أن باسامونتي لكي يبيع الحمار كما يشاء تخفى في زي غجري، وكان يتقن لهجة الغجر
كما يتقن لهجات أخرى. رآه سانشو وعرفه، فصاح فيه بأعلى صوته: خنسو أيها السارق، رد مالي، اترك حياتي، انزل عن سرير راحتي، رد روحي، رد إلي بهجتي وكبريائي، اهرب يا وغد، ارحل يا لص، رد ما ليس لك. وما كان في حاجة إلى كل هذه الكلمات واللعنات، لأن خنس لم يكد يسمع أول كلمة حتى قفز إلى الأرض وصار يعدو عدو فرس الرهان، وسرعان ما غاب عن الجميع. هنالك أسرع سانشو إلى حماره يقبله ويقول له: كيف حالك يا ولدي ورفيق يا حماري يا عزيز عيني وأحشائي؟ وكان وهو يقول ذلك يقبله ويربت عليه وكأنه إنسان عاقل، ولكن الحمار صمت لا يدري ماذا يقول، تاركا سانشو يقبله ويربت عليه دون أن يرد عليه بكلمة. ووصلت الرفقة كلها وكلهم يهنئ سانشو بعثوره على حماره، وقال له دون كيخوتي إن عثوره على حماره لن يجعله يعدل عن منحي الجحاش الثلاث. وكانت لفتة كريمة تلقاها سانشو بعرفان الجميل. وبينما كان الفارس وأسائسه يتحدثان معا في خلوة، كان القس قد هنى دوروثيا على ما أبدته من مهارة وفطنة، سواء في اختراعها قصتها وفي تلوينها بلون القصص الفروسية، فأجابت بأنه كان يلذ لها قراءة كتب الفروسية، ولكن لأنها لم تكن تعرف أين توجد المقطعات وموانئ البحار، فإنها قالت إنها نزلت في ميناء آشوب. فقال القس: لقد لاحظت ذلك، ولهذا بادرت إلى القول لإصلاح الموقف، لكن أليس من الغريب أن نرى ذلك الرجل المسكين يصدق بسهولة كل هذه الاختراعات والأكاذيب لا لشيء إلا لأنها من أسلوب سخافات كتبه التي أولعته؟ وقال غاردينيو: نعم، إنه لجنون بلغ من الغرابة حدا يتساءل معه المرء ما إذا أراد اختراعه على هواه، أو كان يجد عقلا ساذجا يمكن أن يتعلق به وينطلي عليه أمره. لكن هناك ما هو أدهى من ذلك، فإنه بخلاف التهاويل التي ينزلق إليها هذا الرجل البسيط، يكفي أن يترك المرء موضوعا آخر اسمه يكشف عن رجاحة التفكير ووضوح الذهن وتعقل في كل شيء. فلو لم يترك المرء موضوع الفروسية الجوالة لما شك أحد في أنه سليم العقل استقيم التفكير. وبينما كان أولئك في غمرة هذا الحديث، كان دون كيخوتي وسانشو بانثا يتجاذبان أطراف الكلام. قال له دون كيخوتي: صديقي بانتش، أن ننسى خلافاتنا ولنعقد السلام ولتخبرني الآن دون أن تحمل في نفسك حنقا ولا غضبا، حدثني كيف ومتى وأين وجدت دولسينيا؟ ماذا كانت تعمل؟ ماذا قلت لها؟ ماذا أجابتها؟ ماذا تسمع على تعبير وجهها عند قراءة رسالتها؟ ومن الذي قصرك الرسالة؟ الجملة اذكر لي كل ما تراه خليقا بالسؤال عنه ومعرفته في هذه المغامرة، ولا تبكي ولا تتزايد طمعا في زيادة رضاه، ولا تقلل حتى لا تقتل السلام. فقال سانشو: مولاي، إن شئت الصدق قلت لك أن أحد لم يخط الرسالة لأنني لم أحمل رسالة ما. فقال دون كيخوتي: الأمر كما تقول، لأنني بعد يومين من رحيلك عثرت على الدفتر الذي كتبتها فيه، مما أثار في نفسي ألما بالغا، لأنني لم أدري ماذا ستقول حينما ترى نفسك دون رسالة، واعتقدت أنك ستعود لأخذ الرسالة لما تجد نفسك بدونها. فأجاب سانشو: هذا ما كنت فاعله لو أنني لم أستظهرها حينما قرأها مولاي، لقد حفظتها عن ظهر قلب حتى رويتها لحارس كنيسة، أثبتها على الورق كلمة فكلمة، حتى قال لي أنه لم يقرأ في حياته رسالة رقيقة كهذه، وعلى الرغم من أنه قرأ الكثير من بطاقات الدهر. فسأله دون كيخوتي: وهل لا تزال تحفظها؟ فأجاب سانشو: كلا يا مولاي، فمنذ أن رويتها لحارس الكنيسة رأيت أنه لا جدوى بعد من إبقائها في الذاكرة، فعملت على نسيانها، ولو بقى منها شيء في الذاكرة فهو استهلالها. سيدتي التعيسة، أقصد النبيلة والخاتمة المخلصة حتى الممات، الفارس الحزين الطلع. وبين الاستهلال والخاتمة وضعت 300، نفس وحياة وعيون جميلة.